يزعم معمم الشيعة أن رب المشرقين ورب المغربين ليس الله، فرب المشرقين محمد وعلي، ورب المغربين حسن وحسين، نعوذ بالله، يتفننون في الشرك بالله تبارك وتعالى. هناك معان وإشارات أخرى في هذه الرواية، آيات القرآن لها وجوه، لها بواطن، لها مظاهر. هناك في رواياتنا رب المشرقين محمد وعلي، ورب المغربين حسن وحسين. رب المشرقين محمد وعلي، ورب المغربين حسن وحسين. ومثل هذه المعاني موجودة في روايات أهل البيت. كل صفات الله تبارك وتعالى جعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمائم مزيفة.